ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون كله تمام. شباب، النهارده هندرس مع بعض الداتا ستراكشر، بس ليه بعض التنبيهات. تمام، يا ريت نعمل بيها بحيث ان احنا نوصل لاقصى استفاده. اولا انا محتاج ان انت تكون مسجل معايا او بتسجل معايا الفيديو، او بتاخد الفيديو تسجله عندك. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، محتاجك انت وقاعد تسمع الفيديو يكون معاك ورقة وقلم، بحيث لو انت عندك ملاحظات بتكتبها، لو عندك اسئلة بتسألها يعني، بس يا ريت الاسئلة تبقى اخر الفيديو، بحيث ان يبقى الفيديو شرح بيو وفي الاخر اسئلة، بحيث ان احنا ما نطولش وقت الفيديو زيادة عن اللزوم بالاسئلة بتاعتنا. تمام، الاسئلة طبعا دي حاجة مهمة وبتخدمني انا شخصيا، يعني قد يكون عندي معلومة ناقصة فبأسئلتكم ببتدي أبحث وأدور عليها. تمام، فدي حاجات مهمة إن إحنا نسأل ونستفاد، بس يا ريت الأسئلة تبقى وقتها مخصص في نهاية الفيديو، بحيث اللي بيتفرج على الفيديو يقدر يحصل الشرح في بيو، يعني مفهوش أي انترابشن. تمام، طيب أول سؤال بالنسبة لي هنا موجود: Why do we study data structure؟ ليه احنا بندرس ال data structure؟ تمام؟ الأول عشان نجاوب السؤال ده نفهم يعني إيه data structure، وإيه هو تعريف ال data structure. ال data structure بكل بساطة هي طريقة لتخزين البيانات لسهولة التعامل معاها. تمام؟ يعني أنا عايز أوصل للبيانات دي فبخزنها بطريقة معينة بحيث إن بيسهل التعامل معاها. تمام؟ ومن خلال سهولة التعامل معاه يبقى أنا وصلت إن البرنامج بتاعي بيشتغل بشكل كفء efficiently. تمام، من خلال إن البيانات بقدر أكسزها بكل سهولة ويسر، كده أنا بستخدم البرنامج بشكل efficiently، ما بياخدش وقت طويل معايا. تمام، طيب عايزين نفهم حاجة بسيطة كده. الكود، أي كود بنكتبه، هناخد على سبيل المثال كتبنا كود بالشكل ده، ادي الكود بتاعنا، فليكن مثلا هنكتب ده، مش كود يعني، ده كده حاجة تجربة انت مين. تمام، ادي بنكتب الكود بتاعنا او البرنامج بتاعنا انت مين، ونفتح الكيرلي بريسز بتاعتنا ونكتب ونعرف variables، فليكن انت n1 و n2. تمام، تمام، منحهم انتجر. بعمل ايه للانت 1 وبعمل ايه للانت 2؟ بعمل لهم سمشن، سوري سمشن. تمام، للانت 1 ان 1 وانت بلس انت ان 2. تمام، ده اي كلام يعني، مش برنامج يعني. تمام، بقفل الداتا. طيب السي بي يو بيعالج الكلام ده كله ازاي؟ اولا ادي السي بي يو، السنترال بروسيسنج يونت بتاعتنا. تمام، وهنا هيبقى في الاستورج بتاعنا اللي هو فليكن الهارد ديسك، ممكن يبقى فلاش، ممكن يبقى سي دي روم، اي حاجه، بس هنعتبره الهارد ديسك. مكتوب هنا في الكود، هذه الكود بتاعنا اهو هنا، وادي هنا ايه، وادي هنا الداتا بتاعتنا، الداتا بتاعتنا. تمام، وادي الميموري، الرامات بتاعتي، نكتب هنا ام يعني ميموري. الميموري بتاعتنا بتتقسم جزء للكود. تمام، وجزء تاني للديتا. جزء تالت للهيب، الهيب ده مش قصتنا دلوقتي بس هنحكي عليه بعدين. جزء الهيب. تمام، هو بيعمل ايه؟ اولا السي بي يو عمره دايما وابدا ما بيعالجش البيانات هنا، او ما بيعالجهاش يعني، ما بيستخدمهاش، ما
ما بيعدلش عليها، تمام؟ ما بيعالجش البيانات في الاستورج. ليه ما بيعالجش البيانات في الهارد ديسك او في الاستورج؟ تمام، عشان خاطر لو حاول يعالج البيانات هياخد وقت طويل جدا جدا جدا، لان سرعة السي بي يو لا تتوافق مع سرعة الاستورج في التخزين او في الاكسس او في اي حاجة. تمام، ففي الحالة دي بيعمل ايه؟ بياخد نسخة من الكود يحطها هنا في الكود، تمام، وبياخد نسخة من الداتا يحطها هنا في الداتا. تمام، يعني احنا باختصار يا جماعة عندنا الكود بتاعنا بينقسم لحاجتين، واحد داتا بيانات، تمام، اتنين انستراكشنز تعليمات بعملها، انستراكشنز تعليمات بعملها او بنفذها على البيانات اللي انا موجودة عندي، او اللي انا خدتها، او اللي انا خدتها من اليوزر، مش انا دخلتها له، خدتها من اليوزر. تمام، ففي الحالة دي يا جماعة الداتا بتروح تتخزن في الداتا، سوري، تمام، والانستراكشن او الكود بتاعنا بيتخزن في ايه؟ في الكود. طيب هنا في المثال بتاعنا اللي احنا اديناه ده، ايه الداتا بتاعتنا؟ N1 وN2، وات ايفر ال N1 وN2، ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 5 و3، 3 و7، وات ايفر، بروح اخزنهم فين؟ في الداتا. الانستراكشن اللي انا عايز اعمله، البيانات اللي انا عايز انفذها، عايز اعمل عملية صم ليهم، عملية جمع، تمام، ففي الحالة دي بخزنها ايه؟ في الكود. طيب مثال تاني غير المثال ده، انا لما اروح افتح المايكروسوفت اوفيس او بفتح مايكروسوفت وورد، تمام، بكتب كلمة هلو مثلا، كتبنا كلمة هلو، هلو دي بقى بالنسبة لنا دي الداتا. طيب انا عايز اعمل عليها انستراكشن، عايز اعالجها او عايز استخدم عليها كود معين، تمام، الهلو دي عايز اكبرها، ففي الحالة دي انا عملت كده ايه؟ معالجة عليها، او عملت طبقت الكود عليها، ان انا اروح اكبر الخط، اصغر الخط، ده اسمه بعالج البيانات او بطبق الكود عليه، عايز اعمله بولد، عايز اعمله ايتاليك، تمام، اللي انا عايز اعمله في الداتا دي بقدر اعمله عشان خاطر ايه؟ بعد كده تخزن معايا، وفي حالة ان انا بدوس سيف بتروح تتخزن في الاستورج بتاعي، وهكذا كل مرة استدعيها. تمام، في الحالة دي يا جماعة انا بستخدم داتا ستراكشر، لان انا بخزن بيانات وبستدعي بيانات، فانا محتاج ان انا اخزنها بشكل سليم او بالشكل سهل، بحيث ان انا لما اجي استدعيها او اعملها اكسس او اعدل على البيانات بتاعتي تبقى بمنتهى الكفاءة والسرعة بعد كده. تمام، وصلت يا شباب؟ يا رب يكون وصلت، هي جزئية سهلة يعني ما فيهاش حاجة. تمام، طيب هننتقل لجزئية تانية، ألا وهي دلوقتي عندي البيانات بتاعتي اتخزنت، أنا عايز أستدعيها أو أنا عايز أطبق عليها أستدعيها، فهل أنا دايما ببقى محتاج الداتا ستراكشر؟ هو المفروض إن أنا دايما بحتاجها، بس في حاجات يا جماعة، تمام، مش بتبان فيها شغل الداتا ستراكشر قوي، اللي هي إيه؟ البريمتيف داتا، البريمتيف داتا. في حالة إن أنا استخدمت البريمتيف داتا مش محتاج قوي للداتا ستراكشر، او بمعنى اصح مش هتظهر الحاجه للداتا ستراكشر فيها. ليه؟ البريمتيف داتا زي الانتجر، انا عارف مسبقا من وقت الكومبايليشن تايم. يعني ايه كومبايليشن تايم؟ يعني الوقت اللي بكتب فيه الكود قبل ما اعمل له رن، تمام، انا وبكتب الكود انا عارف مسبقا انه هيتحجز له 4 بايتس، تمام، عندي الدبل او الفلوت بحجز له ايه؟ بحجز له 8 بايتس، وهكذا. فانا في البيانات الاوليه او البيانات البسيطه دي انا مش محتاج الداتا ستراكشر، دي بيانات بسيطه، تمام، مش محتاج قوي، او الحاجه ما بتظهرش للداتا ستراكشر. في بعض الكومبايلات بيخلي هنا الانتجر مثلا 2 بايتس وهنا 4 بايتس، وات ايفر الكومبايلر اللي احنا هنستخدمه، مش قصتنا دلوقتي، لكن قصتنا ان انا في البريمتيف داتا